حضورنا الكريم، حياكم في اكس بيرفورم، المسابقة الغنائية الرائدة اللي ألهمت عشاق الموسيقى في كل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في أول اكس بيرفورم في 2022 شفنا أشياء مستحيل ننساها. 150 فنان اختارت لجنة التحكيم 10 متنافسين، ومنهم فازت أصايل الهيب هوب أرتست الرهيبة. أهلاً أهلاً، أنا هنا مع الفائزة أصايل سليه. What's up gang gang girl؟ إيش شعورك؟ Amazing amazing. يعني زي ما قلت لك إنه أصلاً كان حلم لي إنه أنا أطلع على ستيج، لا وأنا الحين فزت. إنه أنا I love music وما في شيء حيوقفني إنه أنا أغني، لأنه it's a dream وأنا إذا حطيت dream of course I wanna follow it to achieve it. Anything you wanna say to your future fans؟ مرة شكراً، وشكراً لأي أحد صوت لي، وشكراً لكم كلكم. Don't give up don't give up. X Perform مو بس أي مسابقة، هي منصة تمكن المغنيين من مشاركة إبداعاتهم وكمان نطور مسيرتهم الموسيقية. احنا هنا عشان نكتشف الجيل القادم من المواهب الموسيقية ونعطيهم منصة تعزز نجاحهم.